ده يا حبايبي الشكل النهائي اهو معايا. دي الكفتة بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، طرية وجميلة جدا اهو، طرية جدا بالشكل ده اهو، وفاضية وجميلة. ودي البطاطس محمرة، دي بطاطس يا جماعة انا كنت مخزناها، هبقى اصور لكم الطريقة بتاعتها، تحفة جدا. لما البطاطس بتبقى رخيصة بتجيبيها وتخزنيها وتيجي تطلعيها بتبقى بالشكل ده زي اللي انتي بتشتريها جاهزة من بره بالظبط. وده خيار انا مقطعاه ترانشات، ودي سلطة الطحينة بتاعتنا. وهنا الفينو لان احنا عندنا بنحبها سندوتشات، لو انتي بتحبي تاكليها كده ممكن تاكليها بسلطة الطحينة والبطاطس. ويا رب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم، وتكون طريقة الكفتة بتاعتي عجبتكم. ولو الطريقة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة لو انتي مش مشتركين، وتفعلوا بزر الجرس. ولو انتي مشتركة معايا تسيبي لي كومنت وتعملي لي لايك وتعملي لي مشاركة علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله الوصفة تكون عجبتكم. من أكلات ماما وشيمو، مطبخ أكلات ماما وشيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة سهلة وجميلة، هنعمل كفتة ام برغل. بس قبل ما اعملها صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهارده يا حبايبي مع بعض كفتة ام برغل، انا عجنتها وعملتها وهقول لكم على الطريقة بتاعتها. انا حضرت كيلو لحمة، انا روحت للجزار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفة سهلة وجميلة، وصفة هتعجبكم جدا. هنعمل مع بعض كفتة ام برغل، اللي هي زي كفتة الحاتي بالظبط، زي اللي بتيجي من بره، بطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. بس قبل ما ابدأ صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هعمل معاكم الوصفة النهاردة. انا حضرت كوباية من البرغل، جبتها وغسلتها كويس جدا وسبتها لحد ما نشفت. وكنت محضرة معايا بصلاية صغيرة ومعلقتين من البابريكا، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح صغيرة. كل الحاجات دي حطيتهم على بعض ورحت عند الجزار، خليته حطيت توابل طبعا اللحمه والكفته بتاعتي. رحت للجزار قطع لي كيلو لحمه مفرومه، خليته فرمها لي وشين ناعم. وبعد كده اديته البرغل بالتوابل بالبصلايه، وبدا ان هو يفرمهم لي مع بعض لحد ما نعامهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي اهي، زي ما انتوا شايفين كده. لما جيت انا حطيتها في الثلاجه شويه، بتاع ساعة او نص ساعة على حسب ما انت عايزة، عشان الكفتة بتاعتك تطلع مظبوطة جدا وتبقى حلوة جدا. حطيت عليها كيس بيكنج باودر، او لو انت عندك البيكنج باودر سايب هتحطي عليها معلقة من البيكنج باودر، بيخليها فاضية من جوة وبيديها طعم جميل جدا، وبتخلي الكفتة معاكي حلوة. انا حطيلي على الكفتة بتاعتي دي كمان 100 جرام من الدهن، او لو انت عندك ليه ممكن تحطي، مش حابة ده ولا ده برضو براحتك على حسب ما انت عايزة، ده بيبقى حسب رغبتك. وزي ما انت شايفين كده فرمهم لي، وانا لما جيت هنا انا حطيت عليهم البيكنج باودر وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وحطيتهم في التلاجة يرتاحوا ساعة. وحضرت معايا هنا الشبكة والصينية، دي الشبكة اللي انا هحط عليها، ودي الصينية، ودي الخلة العصي الطويلة اللي انا هبدأ ان انا احط عليها واعمل عليها الكفتة. طبعا خليكم معايا هتشوفوني وانا بعملها. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو، بدأت اخد قطعة من الكورة زي كده اهو، كورة بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين معايا، ببدأ اكورها كده، وببدا ان انا بجيب واحده من الخله وببدا ان انا احط عليها الكوره
بالشكل ده وبصبعها. طبعا معلش لان انا بصور وانا بعمل بالشكل ده. بتلفيها وتصبعيها، وبعد ما بتصبعيها بتبقى كده اهو، وبتيجي على الشبكة اللي زي دي كده، وبتعمليها كده على الشبكة بالشكل ده، فبتاخد العلامات اللي هي بتاعت الشبكة زي ما انتم شايفين معايا كده اهو. وهبدأ اكمل كل الكمية بتاعتي بالطريقة دي، وهرجع اوريها لكم تاني كده يا حبايبي. اهو بعد ما عملت معاكم الكمية كلها بالشكل ده اهو، صبعتها كلها، هبدأ ان انا هدخلها تحت الشواية علشان تنزل تستوي وتنزل الدهن بتاعها. هسيبها زي ما انتم شايفين كده في الصينية، هخلي الشبكة محطوطة واحطها عليها على اساس اي دهون تنزل في الصينية من تحت، وهي ما يبقاش فيها دهون ولا فيها اي حاجة. وان شاء الله الطريقة تكون عجبتكم، وخليكم معايا عشان تشوفوها. وهعمل جنبيها بطاطس محمرة، وهعمل جنبيها سلطة طحينة يا حبايبي. على ما الكفتة تتعمل هكون عملت معاكم سلطة طحينة. انا محضرة معاكم هنا 3 معالق من الطحينة، هحط عليهم شوية خل صغيرين اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدأ اقلبهم مع بعض بالشكل ده اهو اهو. هبدأ ان انا اقلب المكونات مع بعض بالشكل ده، وهبدأ ان انا احط عليهم شوية مية، شوية مية دافية. انا حاطة مية من الكتل، شوية مية دافية على اساس ان هي تبدأ تفك معانا كده اهو يا حبايبي. شوية مية كمان، طبعا انت بتحطي معلقتين مية بمعلقة مية، معلقة بمعلقة كده لحد ما تشوفي القوام بتاعها، وطبعا على حسب ما انت بتحبي قوامها، بتحبي خفيف بتحبي تقيل على حسب ما انت بتحبي بالشكل ده اهو. في ناس بتحب القوام بتاعه كده، في ناس بتحبها خف شوية. زودت معلقة مية واحدة بس صغيرة بالشكل ده كده وهجيب معلقه زبادي واحطها عليها، واحط عليها فص ثوم. ثواني خليكم معايا اهو كده يا حبايبي. هبدا اخد معلقه من الزبادي وهبدا ان انا اقلبها عليها بالشكل ده لحد ما الزبادي يدوب مع الطحينة. بيديها قيمة غذائية جامدة جدا يا جماعة، وطعم حلو جدا. وهبدأ ان انا انزل بفص التوم زي ما قلتلكم، فص توم واحد مفروم برضو، وهقلبه معاها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعدين بتحطي رشة من الملح كده بالشكل ده، حابة تحطي شطة بتحطي شطة، حابة ان انتي تحطي التوابل اللي انتي بتحبيها بقى. انا بحب اديها رشة من 7 بهارات، تديها ريحة جميلة وبتديها نكهة حلوة صراحة. وبقى القوام بتاعها زي ما انتوا شايفين معايا اهو، قوامها بقى مظبوط جدا، والحدق بتاعها بقى تحفة. وبقيت كده سلطة الطحينة جاهزة معايا، هظبطها واحطها في طبق تاني على ما اشوف الكفتة تكون استوت. خليكم معايا عشان تشوفوا الكفتة وسلطة الطحينة والبطاطس شكلهم عامل ازاي. وده يا حبايبي الشكل النهائي اهو معايا للكفتة بتاعتنا اهي، زي ما انتم شايفين طرية وجميلة جدا اهو، طرية جدا بالشكل ده اهو، وفاضيه وجميله. ودي البطاطس المحمره، دي بطاطس يا جماعه انا كنت مخزناها
هبقى اصور لكم الطريقة بتاعتها، تحفة جدا. لما البطاطس بتبقى رخيصة بتجيبيها وبتخزنيها وتيجي تطلعيها بتبقى بالشكل ده، زي اللي انتي بتشتريها جاهزة من بره بالظبط. وده خيار انا مقطعاه ترانشات، ودي سلطة الطحينة بتاعتنا. وهنا الفينو، لان احنا عندنا بنحبها سندوتشات، لو انتي بتحبي تاكليها كده ممكن تاكليها بسلطة الطحينة والبطاطس. ويا رب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم، وتكون طريقة الكفتة بتاعتي عجبتكم. ولو الطريقة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة لو انتي مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. ولو انتي مشتركة معايا تسيبي لي كومنت، وتعملي لي لايك، وتعملي لي مشاركة علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله الوصفة تكون عجبتكم. من أكلات ماما وشيمو، مطبخ أكلات ماما وشيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.